طيب بهذا الفيديو بدنا ناخذ ال HTTP status code. هاي الاكواد رح ناخذها بهذا الفيديو. انا بتوقع انه اكيد مرقت عليكم ضمن المتصفح وقت تكون عم تتصفح ضمن الكروم او اي متصفح ثاني، مثل مثلا خلونا نشوف مثال مثل 404 لما يقول لي بيج نوت فاوند. انتم بتعرفوا انه ال 404 مرتبطه بالنوت فاوند، يعني الكود اللي هو 404 معناه انه not found، او فينا نقول page not found، يعني انا عم روح على مكان ما انه موجود اصلا، تمام؟ فبيطلع لي ال 404، تمام؟ هذا مثال اتوقع مرق معكم. فلهيك انا ضمن الكورس تبعي بدي صير عالج هاي الشغلات، فانا لما يكون عم بوصل لمكان ما انه موجود فبدي رجع له 404، لما اكون عم نفذ عملية نجاح فبدي رجع له 200، وغيرها من الرموز والاكواد. هلا رح اتعرف بالضبط شو فائدتها رح بتكون وشو هي الاكواد وشو شرحها. مثلا اذا بتتذكروا بالفيديو الماضي وقت كنت عم ببعث ريكويست، فبالريسبونس لو بتلاحظوا فوق شو مكتوب، مكتوب ستيتس 200 اوكي، تمام؟ 200 اللي هي بتدل على حالة النجاح، انا فعلا نفذت الفانكشن تبعي ورجعت الريسبونس اللي وصلت له، فحالة النجاح باي ديفولت طلعت لي 200. معناها هاي الأرقام اللي بتطلع هون هي مانا أرقام عادية، بتعتبر طريقة فعالة لنوصل معلومات بشكل دقيق من الكلاينت للسيرفر، يعني من المستخدم للخادم، كرمال حسن تجربة المستخدم وأعرض له الصفحة اللي بتناسب الحالة اللي وصل له، يعني كرمال حدد له إذا الطلب تبعه نجح أو فشل. طبعا هاد كله رح بيكون بطريقة موثوقة اللي هي الحالات الأكواد معروفة عالميا. غير هيك أنا كديفلوبر رح استفاد بشكل كبير من هاي الأكواد، كرمال لما صحح الأخطاء أعرف شو الحالة اللي وقعت فيها أنا، عن طريق الستيتس بيعرض لي شو هي الرقم اللي طالع لي، فأنا بعرف شو معناته لهذا الرقم وبعرف المشكلة اللي عم تواجهني شو سببها، مثل عم ببعث قيمة مانا صحيحة أو عم بوصل لكود فيه مشكلة بالأخطاء. يعني بالمختصر هاي الستيتس كود رح بتفيدني انه اول شيء رح بتنظم لي الريسبونس اللي بترجع لي اللي هي الاستجابه، ثاني شغله انه هي بتحسن تجربه المستخدم عن طريق الاكواد اللي بتنعرض للمستخدم، رح بتكون سريعه وواضحه حسب الطلب اللي طلبه هذا المستخدم، ومثل ما حكينا كرمال سهوله التصحيح انا كديفلوبر بعرف سبب فشل الطلب اللي صار. طيب كتير ممتاز، صار الوقت لنتعرف على هي الاكواد ومعنى كل رقم. بدنا نتفق على شغلة انه الارقام كلها عبارة عن ثلاث خانات، مثل ما شفنا 404 و403 وغيرها من الامور، هلا بنشوفها كيف بتكون مشكلة من ثلاث خانات. طيب اول شيء عندي يا اللي هو الـ200، تمام؟ هلا شفناها ضمن الكود تبعي، الـ200 بتدل لي على عملية النجاح، انه العملية تبعي تمت بنجاح، يعني ما عندي ولا مشكلة، الطلب اللي عم تساوي اللي عم ترجعه فما صار عليه ولا مشكلة، فامورك تمام. طيب تاني كود اللي هو 201 اللي هو تبع الكريات، انا لما اساوي شيء جديد ضمن الكود تبعي، مثلا انا عم عبي بروفايل شركه، لنفرض مثلا شركه مثلا عم تستخدم التطبيق وعم تعبي البروفايل تبعه، مو بده تبعث لي المعلومات لإلي عند الباك اند كرمال خزنها بالداتابيس تبعي، فانا لما بخزنه برجع له انه تمت عمليه النجاح، برجع له 201 كرمال يفهم الفرونت اند كمان انه بعثت البيانات يعني تخزنت، تمام؟ هيك بصير صلة وصل بيني وبين الفرونت كرمال يفهم علي بكل حالة شو يتصرف عنده. وثالث عملية النجاح اللي هي بتكون 204، هاي معناها انه كمان تم تنفيذ الطلب، تمام؟ هي نفس ال 201 انه تم تنفيذ الطلب لكن ما في بيانات مرسلة، تمام؟ هاي شغلتها سريعة اسرع من ال 201، بس هاي ما بتبعت بيانات، هاي مثلا لما بحذف شيء من مكان معين، تمام؟ فأنا بطلع له 204 كرمال السرعة، يعني بتعطي استجابة سريعة بدون ما أحمل بيانات ضرورية، تمام؟ هاي الأكواد هي أكواد النجاح، أنا صنفتهم ضمن أصناف هدول أكواد النجاح. يا ريت تحفظوهم أو تسجلوهم عنكم أو تعملوا سكرين شوت للشاشة، أي شيء بتحبوا، المهم تحفظوا هاي الأكواد كرمال يكون الكود تبعنا بروفيشنال ضمن اللارافيل. طيب نحن هلا حكينا عن أكواد النجاح، طيب هلا راح اعرفكم على الاكواد اللي بتشير تقريبا للفشل، فينا نقول يعني الاخطاء الشغلات اللي ما نصح، تمام؟ عندي اول شيء اللي هي ال 400، تمام؟ خطا ال 400 هو عباره عن باد ريكويست، تمام؟
يعني انا بعتت ريكويست غلط، تمام، الطلب غير صالح او البيانات غير صحيحه. يعني مثلا انا كنت طالب منه رقم وهو بعت لي سترينج، فرح يطلع لي انا بقول له انه طلع لي 400، تمام، انه بعت لي ريكويست خاطئ. تاني كود ضمن الاخطاء اللي هو 401، تمام، هاي تبع المصادقه، تمام، لما بتكون المصادقه مطلوبه او غير صحيحه. يعني مثلا انت لتفوت على هذا المكان انت لازم تسجل دخول، بس انت ما انك مسجل الدخول فبطلع له هذا الخطا، تمام، انه ما انه مسموح له ليدخل لهذا المكان غير ليسجل دخول. ثالث كود يلي هو ال 403، هذا ال 403 فينا نقول لما تكون مثلا محظور او ما عندك صلاحيه لتنفذ طلب معين، فانت بيطلع لك هذا ال 403 لانه ما عندك اذن لتوصل لهذا المكان اللي عم تحاول توصل له، تمام، هو خطا ال 403. وعندي كمان ال 404 اللي شفناه هلا، 404 تبع نوت فاوند، انه المكان اللي عم بوصل له ما انه موجود اصلا. واخر شيء اللي هي ال 500 اللي هي انترنال سيرفر ايرور، تمام، هي الخطا راح بيكون من ناحيه الباك اند، يعني ممكن يكون خطا بالداتابيز اللي عندي، ممكن يكون خطا كتابي بالبرمجه، هي الاخطاء راح بتكون من السيرفر يعني من عندي انا، تمام، فهي مشكلة من الباك اند. هلأ رح بنجرب تقريبا هاي الأكواد ضمن الكود العملي. طيب نرجع للمثال تبع الفيديو الماضي، وقت عملت هذا الراوت وبعتت الـ ID عن طريق البارامتر ضمن الراوت، فبعته على اليوزر كنترولر ورحت على الشيك يوزر، قلت له إذا كان الـ ID أكبر من 10 فأنت ممنوع تاخذ طاولة ضمن المطعم تبعي، أما لو كان أقل من 10 فأنت الـ ID تبعك valid وبقول له ويلكم. طيب روح لاختبر الكود تبعي، راح اعمل نيو ريكويست، تمام، ومسكر ما له داعي، وراح شغل المشروع تبعي، تمام، وبشيل هذا الريكويست. انا بدي شو كان اسم الراوت تبعي، كان اي بي اي يوزر، وببعت معه الاي دي اللي هو الرقم، تمام، هي يوزر هيك ما بيقبل، اتفقنا. طبعا الريسبونس بنحطه جيسون، هاي جيسون، وبعمل سنت كرمال نشوف الرساله انه حكالي انه الراوت اي بي اي كود نوت بي فاوند، لهيك انا لازم ابعث له البارامتر اللي اتفقنا عليه 2، فقال لي ويلكم. طيب ال 2 مو اقل من 10 فاموري تمام. شو رجع لي يا ترى؟ رجع لي حاله نجاح الستيتس 200، اوكي. طيب لو قلت له الاي دي كان اكبر من 10 مو راح بيرجع لي الرساله انه انت مانك مسموح وانت محظور، بس الستيتس لساتا 200. لاحظوا حكالي انه انت متجاوز الحد تبع الاي دي وما لازم تدخل على هذا المكان. طب الستيتس ليش 200؟ طبعا هي حتكون 200 لانه عم ينفذ ريسبونس وما بيفهم انه شو دخل شو جواتها لهي المسج اللي انا عم بطبعه. لهيك انا كرمال فهم الفرونت اند حتى وفهم اللي عم بتعامل معه، فببساطه بعمل كوما. ولاحظوا كيف شو طلع معي، اول شيء الداتا نحن تعودنا ندخل ضمن الجيسون، اول شيء الداتا، وبتتذكروا لما طلع لي ستيتس مره ثانيه، فهي الستيتس بهذا المكان بدي ادخلها. لاحظوا شو عاطيني باي ديفولت انه دخل ال 200، فانا برايكم شو لازم اعطيه هون؟ طبعا هو ممنوع يدخل لهذا المكان، فشو الكود اللي بعرض له اياه؟ بعرض له 403، تمام، مثل ما اتفقنا من قبل. طيب هلا بعمل ريكويست، طيب بعمل سند، لاحظوا شلون اعطاني ال 403، تمام، اتغيرت عندي الستيتس مثل ما بدي. هلا الفرونت اند راح يفهم عندي انه ممنوع اوصل لهذا المكان، فبيعالجها بالطريقه المناسبه لإله. طيب كتير ممتاز. طيب خلينا نخربط بشي من ناحيه الباك اند كرمال شوف الكود تبع ال 500 اللي كان يحكي لي انه انترنال سيرفر ايرور، فانا لو قلت الاي دي دبل دي، تمام، ما عندي هيك متغير انا، فبروح اعمل ريكويست، راح اعمل سند، لاحظوا كيف اعطاني الستيتس 500 انترنال سيرفر ايرور. هذا الشيء لانه من طرف الباك اند صار الخطا، تمام، يعني خطا برمجي من عندي انا، فيني اتحكم شو ما بدي يحط الحاله اللي هي الكود هون مثلا 201، لكن بالنسبه لشيء اللي بيناسبه، تمام، يعني 201 كانت شو شغلتها؟ كانت انه انا بعثت بيانات، عم سجل على فورم، عم سجل على شيء مكان، بعثت بيانات وتسجلت بالداتابيز. يا ترى هون صحيح انه استخدمه؟ اكيد لا، مو صح، لانه ما بتعبر لي انه انا استقبلت بيانات، لا هذا الشيء غلط، لهيك لازم هون بس هي باي ديفولت بتكون 200 وهي اصلا عم بترجع لي 200، تمام، كثير ممتاز.
بدي منكم تحفظوا هاي الأكواد اللي عرضناها بحيث بالفيديوهات الجاية كل ما رجع ريسبونس فأنا برجع حالة هذا الريسبونس ضمن الجيسون كرمال وضح الشيء اللي ساويته للطرف الثاني. من الفيديو الجاي رح بلش اتعامل بشغل احلى بكتير من اللي عم نساويه هلا. رح صير اتعامل مع الداتابيز واعرف كيف ابعت وخزن ضمن جداول. عنا طريق كتير حلو رح نصير نتعامل فيه من الفيديو الجاي رح بنبلش شرح. موفقين جميعاً.